القانون احنا بنعمله ان شاء الله يكون ملائم لحد 2030. 2030. ولكن افرض التطور قبل 2030 كان عالي وبنود القانون مش ملائمه، يبقى ممكن تعديل في البنود او تغيير في بعض التشريعات او في القانون كله. هتحط الخط يعني هتوضعه ده في ضمن البنود؟ ده عادي، ده ممكن بدون ما نحط بند ان هو اصلا في حد بيقول لك ما تقدرش تنص عليه في القانون، يقول لك لا مش هينفع تغييره عشان ده مش نص عليه في القانون. لا لا، مجلس الشعب ممكن بمجلس الشعب يتغير اي قانون. يعني احنا لو رئيس الجمهوريه عايز يغير الدستور النهارده من خلال مجلس الشعب يغيره. تمام. دور القيادات الجامعيه داخل القانون الجديد، وهل سيتم تعيين القيادات بالانتخاب ام بالتعيين؟ والله احنا بنفكر في اليات اللي هي الوصل بين الانتخاب والتعيين. يكون الاختيار من خلال معايير تلبي احتياجات الوظيفه. زي العالم المتقدم ما بيختار القيادات بالظبط. وبالتالي هيبقى في بعض التعديلات في اختيار القيادات الجامعيه. ولكن الهدف هو ايه؟ تحسين جوده مخرجات التعليم العالي. يبقى التعليم العالي من اجل ان يكون عند خريج قادر على خلق فرصه، وليس خريج مستني دور التعيين.